ممكن افهم ايه اللي انت عملتيه ده؟ ها؟ معلش يا فندم، ساعة وهكلم سيادتك تاني. ميرسي قوي، مع السلامة. اتفضل انت يا مصطفى. تحت امرك يا دكتورة. تحب سعادتك؟ لا تحب ولا تكره. قالت لك اتفضل يا مصطفى، اتفضل يا سي مصطفى. شكرا يا دكتور. بعد اذنكم. في دكتور محترم يكلم مراته قدام موظف عندها؟ وفي دكتورة محترمة وسيدة أعمال قد الدنيا تجري على مريضة عندها وتمد إيدها وتشحت المساعدة وتقول له الحقني يلومك ثواب؟ ألفاظك واطية وتشبيهاتك متخلفة، وعمرك ما هتفهم حاجة في الدنيا دي. إيه الهبل اللي أنت بتقوله ده؟ بقى كل الموشح ده عشان علشان افكرك باللي قلتهولك اول مره شفتك فيها يا شهناز. فاكره انا قلتلك ايه؟ قلتلك انا حبيت المهنه دي وتعلمتها علشان اساعد بيها خلق الله، علشان اخفف عنهم قرصه المرض والالم ومراره، مش عشان الم بيها فلوس ومناصب وبزنس. دي سياستك انت، العبيها زي ما انت عايزه، بس بعيد عني، بعيد عن اي حاجه تخصني. أمين عزام جه هنا علشان محتاجني، ولما مريض يستنجد بيا وبعد ما ساعده أمد إيدي علشان أخد منه تمن إضافي غير الفيزيتا اللي إداني، أبقى مستغل، أبقى انتهازي، مبقاش طبيب. الله الله، محاضرة عظيمة في الفلسفة الإنسانية، ما سمعت زيها في حياتي. سليمان، أنت فعلا إنسان عظيم وجرح عبقري، بس أب فاشل وفوضوي وأناني، وأضعف منك تتحمل مسؤولية أي حد عايش باسمك وتحت حمايتك. كل اللي يهمك نفسك ومتعتك وخيالك ونظرتك للدنيا وأفكارك الحجرية الميتة اللي انتهت مع العصر الجليدي. أنا أب فاشل يا شهناز. أيوة فاشل، جرحك قوي الوصف ده يا سليمان. صعبت عليك نفسك زي ما صعب عليك شكلك قدام الوزير ومراته عشان بنطلب منهم خدمة بسيطة تساعدنا في المصيبة اللي احنا فيها. طب وبنتك؟ ما صعبتش عليك لحظة واحدة هي كمان؟ ما فكرتش ايه اللي ممكن يحصل لو انت مش هتزايدي على حب البنت وخوفي عليها يا شهناز؟ انت عارفه كويس قوي انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس، ان انت يا سليمان السبب في كل اللي بيحصل لشهد دلوقتي. انا؟ ايوه انت يا سليمان، سممت دماغها بافكارك التافهه واسطواناتك العجيبه عن الحب والرحمه والمشاعر الخلاقه والحق والخير والجمال. نيمتها على سحابة بيضة فوق في السماء وعزلتها عن الغابة الاستوائية اللي احنا عايشين فيها. خلقت منها إنسانة ضعيفة وساذجة ومشتتة، لا هي عارفة تخرج من الوهم اللي انت زرعته جواها ولا تطبقه على الواقع اللي هي شايفاه. خليتها طفلة غبية، اي حد يقول لها تعالي يا حبيبتي نتمشى على الميه ونلعب مع السمك تجري وتروح معاه، وهي ما عندهاش اي ذره شك في كلامه، لان من وجهه نظرها مفيش حد كذاب او خاين. يا سلام على قرودك يا اخي، انت ايه بالظبط يا راجل انت؟ مفيش جواك ذره احساس بالمسؤوليه؟ امبارح كنت هتودينا في داهيه وتقفل لنا المستشفى عشان سيادتك رايح تتصرمح في حواري السيده وفوق عشش الحمام، والنهارده بنتك هتضيع قدام عينيك وبينها وبين السجن 5 دقايق، وسايبها اليوم كله في ظروف زي دي، وجاي اخر الليل تلعب بيانو. انا برضو اللي سبت بنتي يا شهناز. امال انا اللي سبتها؟ انت ما تعرفش انا عملت ايه عشان اخلصها من ايد وكيل النيابه ده؟ تصدقي بالله انا برضو قلت اكيد مراتي حبيبتي هي اللي ورا المعجزه دي. الا صحيح انت عملتي ايه مع الجدع ده؟ وصلت لاكبر شخصيه قضائيه في البلد، اجبرته على قرار الافراج ورجله فوق رقبته. يا ولد ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ امال كنت عاوزني اسيبه لحد ما يحبس بنتي
مع السوابق وبنات الليل؟ ربنا يخليكي لينا يا مراتي يا حبيبتي. إلهي وانت جاهي قادر يا كريم. ايه؟ انت هتشحت عليا؟ عامل زي المتسولين اللي بيقعد معاهم، مش ممكن يكون أستاذ دكتور أبدا. حاجة تجيب الضغط. انت مش هتبطل البرطمة بتاعتك دي؟ بتقول ايه؟ ايه يا شاهناز؟ ايه يا حبيبتي؟ بدعيلك، بدعيلك من قلبي. الله، ايه ما ردتيش ليه على التليفون؟ مكالمة مش مهمة يا اخي، انا عايزة افهم. لا 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 شاهناز، عشان خاطري ابوس ايدك لو سمحتي من فضلك، انا تعبان، رجليا مش قادرة تشيلني، مش قادرة افتح عينيا. ارجوكي اي حاجة عايزة تقوليها دلوقتي اجليها لجلسة الصبح. حرام عليك يا شاهناز، حرام عليك، احنا بقالنا اكتر من 30 ساعة واحنا عمالين نعافر في كوابيس وافلام رعب. تصبح على خير يا حبيبتي. انا عبد المأمور يا دكتور. طب يا سيدي اتفضل. المكتب التنفيذي بيبلغ سعادتك انه عارف اللي حصل للمازيل شهد، واتصل بنيو جيرسي علشان يأجل ميعاد الزيارة لحد ما تستقر اوضاعك وتحلي مشكلتك. طب كويس، ده معناه ان انا للاسف يا دكتور المحاوله فشلت. فشلت ازاي كده؟ الوضع بيتعقد اكتر، هم ناسيين ان انا لازم ميعاد الطياره زي ما هو يا دكتوره، ومش هنقدر نعدل اي خطوه في البرنامج. هو ده نص الرساله اللي عندي. سلام. مش ممكن. لا 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 لا، ايه اللي بيحصل لي ده النهارده؟ ايه اليوم النحس اللي مش عايز يعدي ده؟ هذا اخر نفس جامد. ما شاء الله ما شاء الله. حزام طيب، وريني بقى دراع حضرتك. عايزين نرجع الدراع لورا خالص. ها في اي الم؟ في اي نغزه؟ لا 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 مفيش الم خالص. طيب عظيم. طيب رجع لي بقى. لا سيبي سيبي، بس ترجع الدراع التاني ده لوحدك. ها ايه؟ تمام؟ اه تمام. ممتاز. انت ممتاز يا دكتور سليمان، انا حقيقي مش قادر اوصف لك. توصف ايه بس يا معالي الوزير؟ هو ده وقت وصف دلوقتي؟ احنا قلنا ايه؟ احنا مش قلنا اننا نريح نفسنا من الكلام خالص لمده 48 ساعه كمان؟ صح ولا لا؟ صح. يبقى نعمل ايه؟ يبقى نوفر الكلمتين الحلوين اللي عندنا لعلياء هانم والأنسة هايدي. مش الاقربون اولى بالمعروف ولا ايه؟ تمام يا دكتور تمام. اهو كده. ده انت يا راجل لو تعرف اهل بيتك بيحبوك قد ايه، كنت سبت الوزاره اللي تعبت قلبك دي وفضلت قاعد جنبهم في البيت ليل نهار. ربنا يخليك يا دكتور، ده بس بذوقك وادبك. طيب بعد ساعتين من دلوقتي نساعد بقى معالي الوزير نحط دراع على كتف حضرتك والدراع التاني على كتف عروستنا الجميله دي، ونتحرك بيه كام خطوه كده يعني بالراحه قوي في الاوضه في الكوريدور ونرجع تاني. وسناء ونوح هيوروا لكم اول مره يبقى ازاي. اوكي يا دكتور. تمام. طيب زي دلوقتي بكره باذن الله هعدي على حضرتك. بكره لما اعدي على حضرتك عايز اشوفك بتجري في الاوضه رايح جاي. تمام. تسلم ايدك يا دكتور. تسلم ايدك. أنا أذنك. حاجة تشربي إيه الأول؟ مش زي دكتور ولا حاجة. واضح إن حضرتك عايزاني في حاجة مهمة فعلا. أنت ليه بتتعامل معانا بالحساسية دي يا دكتور؟ أنا؟ أيوه طبعا، مع إننا اعتبرناك صديق لأسرة أمين وصديق مهم جدا كمان. يا فندم ده شرف كبير ليا والله. حد يطول برضو صداقة الوزراء ومحبة الحكومة؟ حضرتك ليه بتقولي كده؟ والله ده أنا الناس طول الوقت بتلومني على العشوائية اللي أنا بتعامل بيها مع المراكز والمقامات الرفيعة اللي زي حضراتكم، بس ده طبعا من حبي والله. طب ليه حضرتك مترجمتش الحب ده بطريقة أفضل من كده؟ حب؟ إيه الولية المقبوشة دي؟ تكونش وقعت من الكلمتين اللي قلتهم لها قبل العملية؟ دكتور سليمان حضرتك سرحت ولا ايه؟ لا معلش يا فندم انا اسف والله، انا اصلي في ظروف صعبه قوي من دول
يعني دماغي مشوشه كده. حضرتك كنت بتقول ايه؟ بتكلم في نفس الظروف الصعبه اللي حضرتك كنت بتكلم فيها دلوقتي. ما هو لو في بينا ود وعشم حقيقي ما كنتش استنيت الفتره دي كلها من غير ما تطلب مننا اي مساعده في مشكله شهد الخطيره دي. فهمت. بس يعني فندم الكلام ده لو كان فيه مشكله اصلا، هو الحمد لله ده لبس ان شاء الله هيمر بسرعه وهينتهي على خير. يعني ما رضيتش ان انا اشغل شخصيه حساسه ومهمه زي معالي الوزير بمشكله عابره زي دي. عابره؟ هو حضرتك متصور ان انا ما اقدرش اعرف ابعاد قضيه زي دي بمكالمه تليفون؟ هو حضرتك كلمتي حد؟ ما لحقتش اكلم حد يا دكتور. الدكتوره شهناز هي اللي اتكلمت معايا، ولو ما كانش موقف شهد خطير للدرجه دي ما كانتش لجأت لي انا. مراتك ذكيه جدا يا دكتور، بتعرف تقيس حجم المشكله كويس قوي وتحدد تلجأ لمين. الظاهر ان حضرتك اللي مش واثق في قدراتي. جميلك يا دكتور سليمان واللي عملته مع امين مطوق رقبتنا. اطلب مننا اي حاجه.